استاذ مصطفى وعدني انه ينفذ العلاج وهذا قدامكم. تتدلل. اكثر من 10 أشهر مرت على هذا الوعد بالعلاج ووجود نحو 20 من جرحى تظاهرات تشرين منذ 3 أشهر في المانيا، الا ان هذا الوعد اصبح سرابا. مستشفى تجبرنا على الخروج من المستشفى ونظل بالشارع، لاكو احد ياخذنا يمه ولاك الطيارة ترجعنا. يعني ما أعرف لمن أوجه مناشدتي، ويا من أحكي ويا من أقول، وأنا من أقول الكاظم كذاب يقولون ليش تحكي على الكاظم وتقول عليه كذاب. إهمال للعلاج بدأ يشكو منه جرح التظاهرات الذين فوجئوا بتوجه المستشفى لطردهم وتبيونهم أنه متخصص بتأهيل ورعاية المرضى من كبار السن وليس متخصصا بإجراء العمليات الكبيرة لشباب أصيبوا بالشلل بسبب قمع القوات الحكومية والميليشيات لهم. مسؤول الإخلاء الطبي أن نخابر ونحكي وياه، يا أخوان جبتونا هذا المكان غلط، هذا علاج طبيعي، إحنا لازم نجرى عمليات. رجعوا لنا ورا 30 يوم وطونا تقاريرنا، قالوا ماكو عمليات لكم. واقع دفع هؤلاء الشباب الذين خرجوا للمطالبة بالحرية وإسقاط نظام عنوانه الفساد دفعهم لمناشدة المحاكم الأوروبية لفتح تحقيق بالجرائم المرتكبة ضدهم بعد إفلات المسؤولين عنها من العقاب. نرجو ونلتمس من البرلمان الألماني والأوروبي فتح تحقيق فيها الجرائم المرتكبة من قبل الجهات التي أطلقت النار المتعمدة على المحتجين في كل مدن العراق ابتداء من يوم 1/10/2019 حتى أزالت خيم المعتصمين ومتلاها عمليات تصفية واغتيالات. قرار يظهر أنه جاء في لحظة حرجة مع تأكيد الناشطين أن إعلان الكاظم بعلاج الجرحى ومحاسبة المتورطين بقتلهم وإعاقتهم لم يكن إلا مجرد دعاية انتخابية الغاية منها تهدئة الشارع المنتفض ضد عملية سياسية لجأت للانتخابات لإعادة تدوير وجوهها. لكن ذات الأحزاب نسيت أو تناست أن صيحات المتظاهرين لا يمكن إسكاتها، وذاكرة أهالي الضحايا أو الجرحى أنفسهم لا يمكن أن تنسى جلادها مهما حاول الهروب من جريمته. من قتلني؟ من قتلني؟